جدا الخطوه اللي بعدها تكون القطبين، اللي هو بحاول ان شاء الله في عده ايام اروح للقطب الجنوبي. دي رحله تستغرق درجة الحرارة 35 ولا حاجة. البحر لما بيمشي 8 ولا 10 ساعات رتم واحد، نفس منتظم، بيخش في مكان تاني خالص، كان واحد مع الطبيعة، واحد مع الخالق. جمال المكان فوق الوصف، لكن عشان الواحد يحس بجمال المكان ويعيشه لازم يعاني. مش عارف اعرف اتكلم قد ايه الدنيا طاقه. اول ما الانسان بيحس بالاحساس اللي هو السكون، عندي فترات من كتر التعب بيهيس جامد صراحة. النهاردة ماشي تعبان وفجأة قوم يا مصري مصري دايما بتنادي، يا مصري مصري دايما بتنادي. مصر بيرفرف هنا، اول مصري يمشي لحد القطب الجنوبي بعد رحله طويله دامت اكتر من 10 ايام. مصر ومدينة انا بحس بفخر ان انا قدرت احط على مصر القطب الجنوبي، مكان تجربه صعوبه شديده. الواحد انتحر نفسيا وجسديا وكل حاجة، ولازم يعدي مشاعر كتير جدا وصعاب كتير جدا، فتحمله الكلام ده وانه يعدي كل العقبات دي يوصل للهدف بتاعه، ليها مردود كبير جدا عند الإنسان على المستوى الشخصي. هيبقى معاك ان شاء الله في القطب الشمالي ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك عمر. الله يسلمك يا شيخ، نورتنا وشرفتنا النهارده.